قانون الاداره المحليه، وده ان شاء الله يطلع يا رب قانون هيحل فعلا مشاكل كتير جدا بيعاني منها المواطن. لما بنشرح لهم بيتبسطوا جدا، بيبتدوا يعني يتحملوا ويقتنعوا، لا ده الخير جاي ان شاء الله، ويقتنع حتى بآليه الحياه. يعني بقول لهم حتى قانون الاداره المحليه في فتره انتقاليه حوالي 3 سنين بس، عارف انا شايف اهو قدام كذا الحاجه. يعني مثل بسيط، لما حضرتك تيجي تستصلحي ارض هتاخد كام سنه؟ من 3 لـ5 سنين. فالناس بتبقى هاديه من الاول لان عارفه خلاص واقتنعوا ان هو من 3 لـ5 سنين، فمش هقعد كل يوم اعدي عليك الصبح اقول لك هو فين الزرع فين الزرع فين الزرع. مش فدي هنا ده لازم، ده لازم الحوار، ولازم والمجتمع عنده مقترح حلول كتير قوي. المجتمع المصري غني جدا بناسه، وغني جدا بافكاره، وعايشين الواقع وبيدوا لحضرتك كده زي ما بيقولوا حاجات تقدر تحل منها. طيب انا لما نيجي نتكلم على حاجتين، في حاجه اسمها السياسه العامه للدوله والاقتصاد العام للدوله، اللي المؤشرات والحمد لله واضح انها فرقت جدا متحسنه، لكن لازم كمان التحسن ده يوصل للمواطن.